وبنبتدي طبعا باخبارنا المحليه، لكن قبل ما نبتدي في جولتنا الاخباريه احب افكركم بالتواصل معنا عن طريق الاس ام اس والرقم بيظهر اسفل الشاشه. شاركوا معنا بتوقعاتكم لمباراه غد بين الزمالك والرجاء في بطوله الدوري المصري الممتاز في جولته ال28، وطبعا الارقام بتظهر اسفل الشاشه. ونبتدي اخبارنا المحليه مع النادي الاهلي، والاهلي يحدد 17 مايو موعدا لمباراه الافريقي التونسي بالكونفدراليه. حدد الجهاز الفني لفريق الاهلي بقياده فتحي مبروك 17 مايو الجاري موعدا لمباراة الإفريقي التونسي في ذهاب ملحق دور الـ16 لبطولة الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية في 7 مساء، ولم يتم تحديد الملعب حتى الآن. وخطب النادي الأهلي الجهات الأمنية لخوض مباراة الفريق على استاد القاهرة على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوعين في تونس. ولسه مكملين اخبار النادي الاهلي، وفتحي مبروك يصرح ان مواجهه الافريقي صعبه ولاعبو الاهلي يحتاجون لتاهيل نفسي. وصف فتحي مبروك المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مواجهه الافريقي التونسي في بطوله الكونفدراليه بالصعبه، خاصه ان لقاء الذهاب سيكون في القاهره والعوده ستكون في تونس، مما يزيد من صعوبه المباراه وفرص التاهل. وطالب مبروك خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه بضروره دعم الاهلي لاقامه مباراة الذهاب في استاد القاهرة وبحضور الجمهور، يتمكن فريقه من تحقيق نتيجة إيجابية تساعد في لقاء الإياب بتونس. أضاف مبروك أنه يسعى لتحفيز اللاعبين والرفع من روحهم المعنوية قبل التركيز على الأداء في الفترة المقبلة، مؤكدا أن فريقه يعاني من رواسب الفترة الماضية إثر عدة إخفاقات وهزائم، محاولا إغلاق صفحة الماضي لبداية أخرى مع المارد الأحمر. ومن أخبار النادي الأهلي لأخبار نادي الزمالك، والزمالك بيختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الرجاء بالدوري. يختتم اليوم فريق الزمالك استعداداته لمباراة الرجاء في الأسبوع 28 للدوري، والتي ستقام غدا على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث يؤدي الفريق مرانه اليوم على ملعب النادي ب100 عقبة. ويشارك جميع اللاعبين في ميران اليوم بعد عودة المصابين الثلاثة أيمن حفني وخالد قمر وأحمد دويدار، وأصبحوا جاهزين للمشاركة في مباراة الغد، بينما يخضع محمد كوفي لاختبار طبي اليوم للتأكيد من جاهزيته للمشاركة في المباراة بعد تعرضه لكدمة في الساق في مباراة المغرب بالكونفدرالية الإفريقية. والجبلية تخاطب بوروندي لمواجهة مصر يوم 21 مايو بعد اعتذار جيبوتي. أكد ثروة سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه تمت مخاطبة منتخب بوروندي لمواجهة الفراعنة وديا يوم 21 مايو الجاري في إطار استعدادات المنتخب الأول بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 بالجابون. وتلقى اتحاد الكرة خطابا من منتخب الجيبوتي يعلن فيه الاعتذار عن مواجهة الفراعنة يوم 21 مايو الجاري، مما دفع مسؤول الجبلية لمخاطبة بوروندي لمواجهتها وديا.
مشاهدينا بننهي اولى جولتنا الاخباريه وهي جوله الاخبار المحليه، ودلوقتي معادنا مع فاصل، لكن قبل الفاصل احب افكركم بالتواصل معنا عن طريق الاس ام اس والرقم بيظهر اسفل الشاشه. شاركوا معنا بتوقعاتكم لمباراه غد بين الزمالك والرجاء في الدوري المصري الممتاز في جولته 28. نطلع لفاصل ونرجع تاني مع الاخبار العربيه والافريقيه، تليها الاخبار العالميه، ابقوا معنا.